يا جماعة، فساد هؤلاء أثره ليس عليهم ولا على المحيطين به فقط. ما نقدرش نمنع المصدرين الألمان من الرشوة. الحكومة الكينية أصرت على تبنيه وتنفيذه بسرعة. هذا التقرير ساعد على زيادة الوعي بالفساد، وفي الآخر لا يصل منها إلا الفتات للشعوب الغلبانة بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشر الكرام. في الأول اسمحوا لي أعلق على بعض التساؤلات اللي وردت لي عن الحلقة الماضية، عن قصة أستاذ الطب اللي اديناله اسم حركي أحمس. فاكرين دكتور أحمس اللي روج لجهاز الكفتة واللي قال إن جهاز الكفتة ده بيعالج الإيدز والفيروس سي؟ بعض الأصدقاء الطيبين كان ليهم تحفظ ولاموني إننا كشفنا تاريخ هذا الأستاذ من دخوله بقى الكلية الطب بالتحايل لتعينه في الجامعة بواسطة والده الطبيب. وزي طبيعة شعبنا العربي الطيب كانوا بيقولوا ما كنت تستروا وبلاش تفضحوا. طبعا هم معهم حق، لو كان هذا الأستاذ يرتكب ذنب شخصي وإحنا فضحنا سره، لو كان مثلا ما بيصليش ما بيصومش، ولا حتى بعد الشر بيشرب خمرة، ولا حتى له علاقات نسائية ولا حاجة. لكن هذا الأستاذ وغيره الجريمة اللي ارتكبوها إنهم لم يكتفوا أنهم سرقوا فرص المتفوقين، لم يكتفوا أنهم حرموا المجتمع من قدرات أصحاب المواهب والمجتهدين، ده كمان بقوا بينشروا الدجل، بقوا بينشروا الفساد، بقوا بيرسخوا الجهل في المجتمع مستغلين مناصبهم. وطبعا الناس لما تلاقي أستاذ في كلية الطب هو اللي بيتكلم ويأكد أن الجهاز الكفتة ده اختراع جميل بيعالج الأمراض، طبعا هيصدقوه. يا جماعة، فساد هؤلاء أثره ليس عليهم ولا على المحيطين بهم فقط، أثره على شعوب بأكملها، أثره سيمتد لأجيال قادمة. الناس دي هيورثوا أبنائهم هذا الفساد، علشان كده لازم نفضحهم، علشان كده لازم نقف قدامهم، علشان كده لازم لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله. وبالمناسبة دي خليني أحكي لسيادتكم قصة محامي ألماني اسمه بيتر أجن. بيتر بدأ حياته في الإدارة القانونية للبنك الدولي سنة 1967، بعدها اتنقل لبرامج التنمية اللي بيديرها البنك. بيتر اشتغل في أفريقيا، اشتغل في آسيا، اشتغل في أمريكا اللاتينية، وفضل يترقى حتى أصبح بيتر مدير إقليمي لبعثة البنك الدولي لشرق أفريقيا، وكان مقره في نيروبي في كينيا. شغل بيتر في هذه الدول خلاه يكتشف حجم الفساد المهول الذي يشهده العالم. وكان من أكثر الحاجات اللي بتؤلمه أن يرى برامج المساعدات والتنمية اللي هو مسؤول عنها يتم نهبها، وفي الآخر لا يصل منها إلا الفتات للشعوب الغلبانة بتاعتنا. لكن بيتر لاحظ حاجة تانية غريبة جدا، إن المشروعات السيئة التي لا تخدم أحد بل قد تضر هي التي يتم تشجيعها من حكومات الدول النامية، وهي التي يتم تمويلها من برامج المساعدات. وطبعا الموردين بيبقوا المقاولين والشركات الكبرى في الغرب. بيتر روى لينا قصة مشروع طاقة ضخم كان تكلفته 300 مليون دولار. الحكومة الكينية أصرت على تبنيه وتنفيذه بسرعة في واحدة من المناطق الطبيعية في غرب كينيا. بيتر والفريق بتاعه لاحظوا أن المشروع ده ليس له أي منافع اقتصادية، يعني الناس مش محتاجة طاقة بهذا الحجم في هذه المنطقة، لا يوجد من يريد شراء الكهرباء، مفيش مصانع ولا مشاريع ري تحتاج هذا الحجم من الطاقة. بالإضافة أن المشروع ده بيدمر البيئة، بيدمر الغابات اللي موجودة على ضفاف النهر في هذه المنطقة، وهذا سيؤثر بالسلب على حياة القبائل اللي عايشة على هذه الغابات. فاحنا مش بنتكلم بس على مشروع عديم الفائدة، ولكننا نتحدث عن مشروع مدمر ومؤذي. ده غير بقى المديونية اللي هتتحملها البلد. تخيلوا قرض ب 300 مليون دولار من 35 سنة لدولة فقيرة غير الفوائد، بيستخدموه علشان مشروع يدمر البيئة يؤذي القبائل لن يستفيد منه أحد. في الوقت اللي كينيا كانت محتاجة مدارس تعلم فيها الأطفال، محتاجة مستشفيات تعالج فيها المرضى، محتاجة مصانع حقيقية تشغل فيها أولاد البلد. وبالرغم أن بيتر وفريقه رفضوا المشروع، إلا أن المشروع تم إعطاءه أولوية من الحكومة، أخذوا القرض والموردين من أوروبا وأمريكا اشتغلوا. تبعا لرواية بيتر
بيأكد إن في عشرات الملايين من الدولارات تم تحويلها لحسابات المسؤولين الحكوميين اللي اعتمدوا هذا المشروع واللي سندوه، واللي دفع هذه العشرات من الملايين من الدولارات كان الشركات العالمية الكبرى. هذا الفساد الذي عانى منه بيتر دفعه أن يتواصل مع الشرفاء في بعض الدول وحاولوا يعملوا مبادرات لإيقاف هذا الفساد. الغريب بقى أن البنك الدولي طلب من بيتر إيقاف أنشطته التطوعية في مكافحة الفساد، وكانت الحجة ده تدخل في شؤون الدول وده بيخالف سياسة البنك الدولي. بيتر آيجين رفض أن يوقف أنشطته واضطر أن هو يقدم استقالته من البنك الدولي سنة 1991. الحقيقة العالم الغربي حتى بداية التسعينات كان يتعامل مع الفساد على أساس أنه شيء طبيعي وآلية لابد من إدارتها وتثبتها في التعامل مع الدول النامية. كانوا بيعملوا كده عشان بقى يسيطروا على الحكومات، يضمنوا ولاء المسؤولين، أو علشان يسيطروا على الأعمال وعلى البزنس عشان يحصلوا على أفضل عقود. عقود بقى التنقيب عن النفط والغاز، عقود زي شراء السلاح والطيارات بالمليارات، عقود استغلال المناجم، أو حتى عقود المقاولات والتوريدات الكبيرة. بل تخيلوا حضراتكم أن الشركات العالمية كانت بتضع الرشاوى في مصاريفها تحت بند مصاريف تطوير الأعمال، وكانت هذه الرشاوى بتتعفي من الضرائب كمان. متخيلين كم مأساسة الفساد؟ المهم أن بيتر آيجين اللي قدم استقالته من البنك الدولي لأنه هو رفض وقف أنشطته ضد الفساد، بدأ مساعي لتأسيس منظمة لمحاربة الفساد. لكن لأن الفساد كان مدفوع بالأساس من الشركات العالمية الكبرى ومن الحكومات الغربية زي ما ذكرنا، فالاستجابة في الأول كانت ضعيفة جدا وقوبلت جهوده بالرفض واعتبروها سذاجة منه، بل أن البعض اعتبرها أنشطة معادية لمصالح الدول الغربية. حتى في بلده ألمانيا واجه نفس المعارضة. المسؤولين الألمان حسب روايته قالوا له ما نقدرش نمنع المصدرين الألمان من الرشوة، احنا بكده هنخسر عقودنا، هنخسر قدام الفرنسويين، هنخسر قدام الأمريكان، هنخسر قدام اليابانيين. الحقيقة أخونا بيتر آيجين لم ييأس واستمر في جهوده ونجح في حشد أصدقاء له من مفكرين واقتصاديين ودبلوماسيين على مستوى العالم، وأسسوا سنة 1993 منظمة لمكافحة الفساد وسموها منظمة الشفافية الدولية. شوية بشوية نجحت المجموعة دي إن هي تجذب كثير من الرافضين للفساد ومن الشرفاء على مستوى العالم، حتى أصبح لها في يناير 2021 100 فرع على مستوى العالم. وقدرت المنظمة إنها تمارس ضغوط شعبية هائلة على كثير من المؤسسات العالمية، على الأمم المتحدة، على الحكومات الغربية، واضطرتها إن هي تغير قوانينها، واضطرت الشركات إن هي تغير لوائحها الداخلية وأن تجرم الرشوة الخارجية. بيتر كان يؤمن أن أفضل طريقة لمحاربة ومكافحة الفساد هي الكشف عنه، وبالتالي كان من أكبر إنجازات منظمة الشفافية الدولية التقرير السنوي الذي يصدروه عن مؤشر الشفافية والفساد في دول العالم. هذا التقرير نجح أن يسلط الأضواء على فساد الدول المختلفة. هذا التقرير ساعد على زيادة الوعي بالفساد، ساهم في اقتراح وتطوير إجراءات عملية لوقف الفساد ولمكافحته. بإذن الله في الحلقة القادمة سنتحدث بتفصيل أكتر عن تقرير الشفافية والفساد. هنبص مع بعض على بلادنا، عايز حضرتك تشوف يا ترى التقرير ده بيقول إيه عن الدولة بتاعتك. ياريت ترسلوا لي أسئلتكم على حسابي على تويتر، إن شاء الله نجيب عنها في الحلقات القادمة. شكرا لكم متابعتنا، وفي انتظار تعليقاتكم القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.